برعاية وحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، أقيم حفل ختام جائزة خالد بن حمد للروائيين الشباب 24 ساعة الذي نظمته صحيفة الوطن البحرينية بالشراكة مع المكتب الإعلامي لسموه في شهر مارس من العام الحالي، والذي شهد مشاركة 42 روائيا يمثلون الشباب من مملكة البحرين ودول مجلس التعاون، حيث يأتي إطلاق هذه الجائزة ضمن مبادرات خالد بن حمد الهادفة لدعم الشباب في مجال الإبداع الثقافي. ولدى وصول سموه لموقع الحدث كان في استقبال سموه وزير شؤون الشباب والرياضة سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وسفير المملكة العربية السعودية الشقيقة سعادة السفير عبد الله عبد الملك آل الشيخ ورئيس تحرير صحيفة الوطن البحرينية السيد يوسف بن خليل. وبهذه المناسبة أكد سموه أن مملكة البحرين من أوائل الدول التي اهتمت بالمجال الثقافي، ما ساهم في ظهور رواد قدموا الكثير من الأعمال التي عكست الوجه الحضاري للبحرين. وأكد سموه أن الحركة الثقافية في البحرين قد شهدت تطورا ملحوظا في العهد الزاهر لجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه عبر النهج الراسخ لجلالته أيده الله في مواصلة تنشيط الحركة الثقافية واحتضان أصحاب الفكر والثقافة والأدب وتوفير البيئة الملائمة للإبداع. كما نوه سموه بدعم الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء الموقر ومساندة سمو ولي العهد والذي كان له الأثر البارز لتشجيع المفكرين والمثقفين وبخاصة من الشباب للانطلاق نحو إبداع فكري وثقافي. وأعرب سموه عن الفخر بالطاقات الشبابية البحرينية والخليجية التي شاركت في هذه الجائزة، هذا وحصد المركز الأول بالجائزة الروائية البحرينية جمانة القصاب عن رواية الوحوش لا تموت، فيما حصل على المركز الثاني الروائية السعودية نجود الخلاقي عن رواية أزرق ينكمش وينكمش، وجاء في المركز الثالث الروائي البحريني عبد الله فؤاد عن رواية لست من هذا العالم. وقد هنأ سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة جميع الفائزين متمنيا لهم المزيد من الإبداع والنجاح في مجال الثقافة والأدب. Thank you.
ما ينوف عن 600,000 كلمة جاد بكتابتها 42 شابا من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، ممن دعتهم طاقاتهم الأدبية للمشاركة في جائزة خالد بن حمد للروائيين الشباب كمنصة ثقافية استطاعت أن تلبي شغف الشباب الخليجي في خط حروف الرواية باعتبارها فنا أدبيا رفيعا. فخورين وسعيدين جدا بتخريج أو ولادة 3 روائيين شباب من دول مجلس التعاون. عدد المشاركين في الدورة الثانية فاق التوقعات، وهي أكد نجاح الجائزة بشكل كبير. أعتقد أن احنا قدرنا خلال الدورة الثانية أن نطور طبيعة الجائزة وفعالياته وأنشطته بشكل لافت، يمكن أكبر دليل عدد المشاركين فيها. في نفس الوقت يمكن لاحظنا تنوع الأعمال. معايير دولية في مجال كتابة الرواية تم اعتمادها في أن تكون هي الحكم الفصل باختيار الفائزين بالجائزة. طبعا هو يعني مستحيل أن من خلال 24 ساعة الواحد يوصل حق مستوى الاحتراف، ولكن أهمية هذه الجائزة تنبع بأن هي تضع الشباب على الخط الصحيح نحو الاحتراف. المشارك ما يزيد عمره عن 30 سنة، فهي مخصصة للشباب وفعلا. والمعيار الآخر هو أن يكون العمل متكامل، يعني مراعي لخصائص الرواية الموجودة عالميا، يعني من ناحية بناء الشخصيات والفكرة والحبكة والنهاية. توظيف مهارات الكتابة في خانة أسلوب لغوي رزين ومداعبة اللغة العربية بطريقة تختصر عليك الطريقة للوصول إلى عشق أبدي يربطك بها، من شأنه أن يسهم في تحقيق بواكير نتاج معرفي تظهر معالمه عبر بناء جسد رواية ما شيدت بروية فكر الكاتب، ولا سآمة قد تعتريك عند قراءة محطاتها العفوية المتزنة. فالربط أساس البداية، والصفة قوام الحكاية، والصيغة تشدك إلى ما لا نهاية. لازلت في خضم الارتجاف إن صح التعبير. لم أكن أتوقع أبدا أن أشارك، ناهيك عن أن أفوز بالمركز الأول. لا زال الأمر مربكا. لا أعرف الخطى القادمة، ولكنني أعرف أنني لن أستطيع التوقف عن الكتابة أبدا، لأنني حاولت ويبدو أنها لا تتركني. أنا أول تجربة وما توقعت أنها تكون ناجحة لهذه الدرجة، لأنه قد جربت أكتب وما توقعت التجربة كانت ناجحة زي الآن. فأكيد شيء يعني إذا ما خلد عند الناس بيتخلد عندي في حياتي بإذن الله. اسمه الشيخ خالد ما قصر معانا، كان موجود معانا من بداية، من وقت المسابقة كان موجود وكان يحفزنا وكان يدعمنا بكل الطاقات وبكل الترتيبات اللي ما قصر فيها، من تنظيم، من موسيقى، من جو رائع كنا نعيشه في وقت المسابقة. فهالشيء ينعكس ان احنا يعني قدمنا كل ما عندنا، مو بس قدمنا كل ما عندنا، يعني كان في بيننا تنافس وفي نفس الوقت كان بيننا تعاون. اعتقد اني شجاعتني اصدر مصنف منشور هذا بحد ذاته كانت خطوة كبيرة. جائزة خالد بن حمد للروائيين الشباب آمنت بدور الشباب المؤثر في أي عملية تنموية مهما بلغ سقفها، جائزة تعاظم شأنها مع عظم هدفها الذي تمحور حول تثبيت أعمدة الثقافة بين أركان المجتمع العربي والخليجي على وجه الخصوص. على عناقيد الثقافة ما يستطاب مذاقه، ومن بساتين الأدب الرفيع ما يستساغ بواطنه حتى تكاد تستشعر عظم لغة الضاد وما قد تجود عليك من فيضها المترامي، فلا حدود تحدها ولا ميزان يجاري ثقلها ولا يمكنك حصر مخزونها ضمن نطاق معين. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.